في شخص الحين بيختبر نرمين ويحاول يقنعها انها تاخذ محفظة مو حقتها. لو سمحتي لو سمحتي، ضاعت منك هالمحفظة. الا واحدة من السيارة شفتها، متأكد انا. ايوه بس هذه مو حقتي. طب اسمعي، خذيها ما حد شايف. ما راح تاخذها لانه هذه حرام. إيه؟ ما حد ياخذها. لا او خليها نص بالنص انا وياك. حتى في المدرسة إذا لقيت شيء طايح تروح تعطي المدرسة. كعفو عليها. طيب الحين أنت لو أخذتيه ما حد بيشوف. لا ما أقدر أخذها، أنا الحمد لله عندي فلوس. كعفو عليها والله، رد ساحق. تشتري فيها ألعاب، تشتري فيها حلويات. لا الحمد لله عندي ألعاب وحلويات. مستحيل إنها تفكر حتى في الموضوع هذا. طيب الحين أنت ليش ما أخذتيه؟ لأنه مو حقتي. طيب عادي، إذا واحد طيح يمكن نساها. خلاص عطي الشرطة. طيب.